الله يحفظك اخويا، بارك الله فيك. فاول حاجه فالدوري السعودي ما بقاش سهل كيف نشوفه، فشحال من واحد جا هنا وما نجحش. فلعاب كبار جاوا من اوروبا لعبوا فرق كبار وما نجحوش، فكنظن انني انا لعبت 4 سنوات في نادي ابا، فكنظن ان النجاح ديالي هو فهو نادي ماشي كبير، ما كاينش واحد الضغط جماهيري كبير، الحمد لله. فانا راضي على هاد 4 سنوات اللي قضيت مع النادي هنا الحمد لله، وكنتمنى ان شاء الله نكمل هذا الموسم الاخر ديالي باقي لي ان شاء الله هنايا بطريقه احترافيه ان شاء الله، ونعطي كل ما عندي باذن الله. متفق معك، فملي كتلعب مع فرق كبار فعندهم لعابه كبار، فاحسن انت كتاخذ ديك الخبره. فشوف كيف نشوفوا دابا اكبر لاعبين العالميين بداو كيجيو هنايا للسعوديه، فمادام كتلعب مع فرقه كبيره كنقول الهلال النصر الاتحاد الشباب الاهلي، وكتواجه مهاجمين كبار، فاكيد الخبره كتبدا تاخذها بشويه بشويه، وهادشي اللي كاين اخويا. بالفعل فهنايا فابها بارده الحمد لله، ديما نجيو عندنا بارد، ما كندور 35 درجه عاديه الا قارناها مع الرياض وجده كتما كاين الرطوبه بزاف، درجات الحراره كتوصل حتى ل 47 48، فان ما تقدرش تلعب هاد التورنو هادي تما. فكنظن انه الجو مزيان، غير اللي كاين هو الارتفاع فكيكون شويه التنفس ما كاينش مزيان، فكنظن ان واحد من بعد مع المباراه اللي لعبوا الاولى، فكنظن ان الثاني والثالث ان شاء الله الانسان غادي ياخذ التجربه ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله الفريق الوداد ان شاء الله في المباراه الجايه يفوز باذن الله وتعاون. يا رب. انا دابا باقي عندي عقد مع نادي ابا، باقي لي عندي موسم واحد، فكنتمنى كيف قلت لك انني نكون محترف ونكمل هذه السنه ان شاء الله بطريقه جيده باذن الله، ومن بعد ان شاء الله نشوف. الا جا شي عرض اخر من الدوري السعودي فغادي نبقى في الدوري السعودي، لانه دابا فالريتم ولا عالي وعالي كبير، فكنتمنى ان شاء الله اننا نلعب في هذا المستوى اللي اي واحد كيتمناه صراحه، فما كانش وما سخرش لي الله، فنشوف ان شاء الله شي دوري اخر، ولماذا ان شاء الله الرجوع المغرب ان شاء الله. نكون معك صريح، فما كنظنش ان الوداد دابا محتاجني صراحه، نكون معك صريح، فما شاء الله كاين مدافعين مزيانين اللي كيظهروا بواحد المستوى كبير، فاذا كان فريق الوداد محتاج ليا فمرحبا، ولكن كيف قلت لك ما كاع ما محتاجين، كاين ما شاء الله شوف ابو الفتح، كاين فرحان، كاين زولا، كاين الركراكي، فكنتمنى ان شاء الله انهم يقدموا واحد المستوى كبير ان شاء الله اللي يقدروا يفرحوا ان شاء الله الجماهير الوداديه باذن الله.